أكثر الأغذية المهمة والضرورية والأساسية أوكي. من عمر صغير أنه الواحد يهتم فيها لتقوية الذاكرة. بالضبط. رح نبدأ فيهم أول إشي عندنا الخضار الورقية. الخضار الورقية كتير مفيدة ومن الطبخات اللي أصلا الأمهات هلا بيعملوها لأولادها، سبانخ، ملوخية، السلطة اللي فيها ما نعتمد بس خس، دائما نحط خس، جرجير، سبانخ، نخلي الخضار الورقية موجودة بأكلنا اليومي. والبروكلي هلا هدول ليش؟ لأنهم غنيين ببعض العناصر الغذائية مهمة جدا لصحة الدماغ وتقوية الذاكرة، زي اللوتين، زي فيتامين كي، زي الفوليك أسيد. هدول مهمين جدا لصحة الأعصاب والحفاظ على الذاكرة وتقويتها. نعم، إذا احنا كمان بدنا نذكر كل الأشخاص اللي عم بتابعونا إنه رح نستقبل اتصالاتكم لحتى نقدر نرد على أسئلتكم، ودكتورة روبا موجودة لحتى تستقبل أسئلتكم بما يخص الأغذية اللي بتحافظ على الذاكرة وبتقوي الذاكرة أيضا من خلال هذه الفقرة اليوم. فهي الأرقام موجودة عندكم على الشاشة، أي شخص بيقدر إنه يتواصل معنا. دكتورة، احنا بنعرف انه كمان في اشخاص مرات بيجوا بيقولوا لك انا بطلت اتذكر، انا بتذكر شو باكل امبارح. بعدين بيجوا بعض يعني في بعض الابحاث اللي بتقول نعم، لانه الشخص بيكون مشغول كتير، فعشان هيك بيكون في عنده كتير يعني انشغالات فبنسى الاشياء البسيطه. اليوم الاغذيه اللي بتساعدنا لما نكون احنا عم نشتغل 24 ساعه، ربما ما عندنا هالنظام الغذائي اللي عن جد متحكمين فيه، شو هي الاغذيه اللي لازم دائما نحطها بعين الاعتبار لنا؟ عندنا غير الخضار الورقي في عنصر كتير مهم وأساسي اللي هو الأوميجا 3. هلا بدنا نعرف إنه خلايا الدماغ في بالخلايا في نسبة من الدهون الموجودة. دائما بنحكي شو بناكل بيأثر على نوع الدهون الموجودة بهاي الخلايا. كل ما كان في عنا نسبة عالية أو تناول لكمية أكبر من الدهون المشبعة، كل ما كان في صلابة شوي وما في ليونة بالأغشية وبهاي الخلايا. كل ما أكلنا أكثر دهون غير مشبعة، كل ما كان في ليونة، وهذا بيساعد أصلاً بتوصيل الرسائل العصبية وبيساعد جداً. فمن أهم الدهون لازم نركز عليها الأوميجا 3. دائماً بنركز، دائماً بحكي قد ما نقدر نخفف من اللحوم المصنعة. للأسف أولادنا حتى بهلا بمرحلة التوجيهي بالدراسة بياكلوا كتير مثلاً الساسج، النعانق، السندويشات الجاهزة، البطاطا المقلية، خاصة اللحوم المصنعة، المرتديلات بكثرة. إحنا ما عم نحكي إنه مثلاً نروح نجيب لهم أشياء مش موجودة من الأكل البيت المفيد، زيت الزعتر، سندويشة زيت الزعتر، الحمص، الفول، هدول كلهم فيهم بقوليات وفيهم دهون كتير مفيدة، خاصة الزيت الزيتون. إحنا بالأردن مثلاً ما عندنا كتير أسماك، إحنا ما عندنا بحر هالأسماك الموجودة، ولكن ممكن من الأشياء الموجودة بالبيت المعلبات زي السردين والتونة مفيدين جداً. السردين غير فيتامين دي والكالسيوم برضو فيه نسبة أوميجا 3 عالية جدا. نعم، فهي نحاول أنه على الأقل لو ما بنقدر مرتين بالأسبوع على الأقل مرة بالأسبوع. نعم، موجودة. واللحوم الحمراء نخفف منها قد ما بنقدر، يعني بناكلها ولكن ما بيكون بكميات كبيرة من الدهون. نعم، ومعنا أول اتصال من شادي. شادي صباح الخير. صباح النور، يعطيك ألف عافية ستي. الله يعافي عمرك، تفضل شادي. دكتورة ربع عم بتسمعك. احنا دائما بنشاهد برنامجكم وبنستمع لنصائحكم اللي كتير حلوة بتفيدنا. الله يخليك دكتورة ربع، يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي أسأل عن الجوز عين الجمل. أوكي. أنا بسمع كتير إنه مفيد للذاكرة، بس إذا في كميات معينة أو كل يوم، وللأطفال. أوكي. بالنسبة للأطفال أكيد سؤالك كتير مهم، وشكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. شكرا جزيلا. سهلا. نعم، فيك. حتى انا بحكي شكل الجوز زي شكل الدماغ. دائما يعني بحكوا هيك مزبوط. ويا سبحان الله كيف بياثر على الدماغ. هلا احنا زي ما كنت عم بحكي قبل شوي عن الدهون المشبعه وتناول كميات كبيره من الدهون السيئه، كيف مع العمر ممكن ياثر على الاصابه بامراض الالزهايمر والخرف وغيرها. الاوميجا 3 في الاسماك وفي النباتي اللي هو موجود بالجوز بكثره، موجود باللوز، بالبندق، الفستق الحلبي، حتى الفستق العادي العبيد كمان موجود ببذور الشيا، بذور الكتان. هدول كلهم فيهم دهون غير مشبعة مفيدة جدا لليونة الدماغ، وبتساعد في توصيل الرسائل العصبية وبالتالي بتعزز الذاكرة. قديه بنقدر ناكل كل يوم من الجوز؟ حتى للصغار ممكن نعطيهم من 6 ل 10 حبات، 12 حبة. الكبار من 12 ل 18 حبة لو كل يوم. بالعكس، هاي من العادات الصحية والتغذوية المفيدة جدا. نقدر نضيف شوية مكسرات على السلطة، ممكن ناكلها الصبح. أول إشي مشبعة، ناخد دهون مفيدة جدا، ناخد أوميجا 3،
ومفيدة جدا لصحة الذاكرة. فأكيد الجوز واللوز والمكسرات وخاصة الجوز فيه نسبة أوميجا 3 اللي هو المصدر النباتي المفيد جدا للخلايا الدماغ واللي بتعزز الذاكرة والموجودة عندهم. في عنا أكل تاني، في عنا الفلافينويدز الموجودين ببعض الفواكه اللي هي التوتات بأنواعها، توت وفراولة وبريز وهيك. هلا احنا عنا التوت اللي بنزل بموسمه، استغلوه، دائما بقول لهم استغلوه، أنا بعلي بفرزه. نعم بستخدمه خلال السنة دائما مع اللبن مع السموذي مع الكوكتيلات. الفراولة موجودة، الرمان هلا كمان برضه من اللي فيه مضادات أكسدة مفيدة جدا لصحة الدماغ. معظم الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الدهنيات برضه بيأثر على تركيزهم وذاكرتهم، فهاي من الأشياء اللي لازم نركز عليها إنه كمان نسبة الدهون عندنا اللي بالدم تكون ضمن المعدل الطبيعي. برضه ما ننسى كمان انه غير الدهون المفيده بدنا ناخذ كميات كافيه من الخضار والفاكهه يوميا لنقدر نحافظ عليها. نعم، وايضا معنا ام وائل. صباح الخير ام وائل. صباح النور، اهلين، يا هلا فيكم حبيبتي. اي دكتوره ربع عم تسمع حضرتك، تفضلي. الله يسعدك. الله يخليكي. الله يخليك. دكتوره يعطيك العافيه. دكتوره يا ميت اهلا وسهلا، الله يعافيك، تفضلي. بدي اسالك بالنسبه للجوز عين الجمل هذا. اوكي كويس للذاكره؟ تمام، اكيد كويس، من شكله كويس وشكله زي الاثنين. بدي تحكي لي وبدي تحكي لي كمان اكل، يعني اشياء اكلات انه ناكلها. اوكي تمام، طبايخ يعني قصدك كغدا. ماشي حبيبتي، شكرا لك. اوكي، وايضا معنا ايضا بشار. أوكي. على التليفون، خلينا ناخذ هذا الاتصالين مع بعض. صباح الخير سيد بشار. اهلا، صباح النور، كيف حالكم؟ الله يخليك، اهلا وسهلا. يعافي عمرك ودائما منورين. الله يخليك، تسلم، تفضل. دكتور ربع عم تسمعك. صباح الخير دكتور. صباح الورد، اهلا وسهلا فيك. دكتوره بدي استفسر من حضرتك شغله، انا رحت راجعت سويت تحليل للدهون الثلاثيه، طلعت عندي 345 دهون ثلاثيه. الدهون الثلاثيه، الدكتور نصحني اخذ دواء، بس صراحه بدي ابلش حميه بعدين افحص بعد 3 شهور، اذا ضلت وقتها باخذ دواء، لانه انا صراحه ما بحب الادويه. فهل تنصحيني اني اساوي الحميه، وايش هي الحميه لو تكرمتي، او ابلش دور زي ما هلا انت؟ بس سؤال بسيط، الدهون الثلاثيه مرتفعه عندك من جديد ولا صار لها فترات وعم بتحاول تنزلها؟ لا هي صراحه اكون معك، يعني بجوز جديد انا حللت، يعني انا ما كنت محلل زمان، ما كنت عارف اذا في من قبل او لا. اوكي بالضبط، لاني انا مش ناطح، انا يعني ورياضي يعني وطلعت هذا الشيء، فيعني مش عارف، ووالدي ما عنده يعني مش وراثي كمان. انت بتاكل كثير من اكل من الجاهز من برا؟ يعني شاورما وبرجر. بالضبط، الشغل يعني بتعرف احنا شباب بنضلنا برا بالشارع، بنمر على مطعم بنشتري، يعني مثل هيك بس يعني. اوكي، ايش تنصحيني او ايش تنصحيني؟ خلص يعني انا راح اجاوبك. تمام بشار. وايضا كمان معنا يارا من الامارات. صباح الورد يا يارا. يسعد صباحك، اهلا. اغلبك بدي اسال الدكتوره. طبعا. انا عندي ابني عمره 5 سنين، تمام، يرفض ياكل اي نوع خضار او فواكه. لما احط له فواكه بصير يبكي، لما احط له باللانش بوكس بتفقده 4 مرات عشان انه يتاكد انه ما فيه خضار او فواكه. قد ايه عمره؟ 5 سنين. ومن زمان ولا من جديد؟ من يعني بس صار عمره 3 سنين صار يرفض ياكل خضار، يعني بقنعه انه ياكل عشان يصير قوي، بقول لي ام وولف ام نوت اشيب اونلي شيب فيجيتابل. ام وولف ام نوت اشيب، كيوت ما شاء الله عليه، الله يخليه لك يا الله يحميه. الله يحميه والله، مش طبيعي الاولاد كيف بيحكوا. طيب عشان الوقت عشان اجاوبهم كلهم، الجوز نعم مفيد للدماغ، دهون الثلاثيه مو منيح توقف الدواء بدون استشاره طبيب. اكيد النظام الغذائي اكيد رح يساعدك، عم تاخذ دواء او ما عم تاخذ دواء بالحالتين، يعني لو اخذت دواء ما اهتميت باكلك هيك انت ما بتهتم بصحتك، ورح يضله دهون الثلاثيه. احنا بنخاف من التجلطات، بنخاف من امراض القلب، فما تستهين فيها، كثير مهم توقف الاكل اللي من برا باسرع وقت ممكن. في اشياء من برا هلا صار في مطاعم نقدر نطلب منها بما تكون مقليه، هذا اهم شيء. بدك تاكل 2 فواكه بالنهار، بدك تدخل دهون مفيده، سمك انا بنصحك 2 مرات في الاسبوع. في كمان نوع من الالياف اللي هلا موجوده بالسوبر ماركت اسمه سيليوم هاسك او الاسباغول، كثير مفيد، من الالياف المفيده اللي ممكن تخلطها مع لبن وشوفان، وهي تقلل عندك الدهون. بس بكل الاحوال لازم تعمل نظام غذائي، واذا بدك توقف الدواء مش من عقلك، يعني بدك تتابع
حالك ومش باسبوع اكيد، هو مش سحر، عاده بدها متابعه كل 3 اشهر مع الطبيب. بعدين يعني هي فكره انه انا ما بحب الادويه، ما حدا بحب الادويه، ما حدا، لكن احيانا مضطرين عليها. المشكله في ناس بيحكوا لك انه ما بحب الادويه، هذا له مضاعفات. نعم. بس ما بيعملوا اي شيء ثاني بتغيير نظامهم. طب سريعا دكتوره، بما يخص يارا وابنها اللي ما بياكل بن، هلا في كثير اولاد بهاي المرحله بيصيروا بيكي ايترز، في عندي بعض الاقتراحات لك. هي شوي بدها جهد منك بس تقدري تعمليها، تفرزي الفواكه وتعملي له اياها زي بوزه او زي سموذي، لو اخذ كل يوم واحد هذا بيساعده انه ياخذ الفواكه. نعم. او حصص الفواكه. نعم. الموجوده. وبالنسبه للخضار ممكن نقطعها ونقدم له اياها في دب، حتى لو ما كان باللانش بوكس نركز بس يرجع على المنزل. شكرا جزيلا دكتوره ربا.